فالسؤال موجه لأخونا المحبوب القس نزار شاهين. بيقول الكتاب ذكر في رسالة أفسس رسول بولس طبعا في الوحي، وإحنا عارفين الكتاب هو موحى كله من الله، صحيح؟ فأكيد رسول بولس ما كتبش شيء اعتباطا، لكن الله عاوز يوصل شيء. فذكر في العدد 11 يقول البسوا سلاح الله. ليه يا أخي نزار، أسيس نزار، ما قالش سلاح الجندي؟ وإحنا عارفين الرسول بولس كان في فترة عصر الرومان وانسجن أكثر من مرة، فأكيد كان يشوف الجنود من حواليه، ليه ما اختار كلمة الجندي؟ أمين، تفضل. مجدا للرب. طبعا الموضوع الحرب الروحية، البس واستعد. خليني في البداية أقول بهني كل المنظمين على هذا الاحتفال، لأنه نابع من قلب فعلا عاوزين يشوفوا اسم يسوع يرتفع ونفوس تعرف وتختبر الرب يسوع المسيح. وكتير فرحان أنه في من جماعتي اللي أجوا على كندا، الأخ أنطون طبعا العازف، أنا أول مرة بتعرف عليك، أهلا وسهلا أخ أنطون. والأخ نزار فرانسيس هو كمان ابن بلد، وعلى فكرة اسمه حلو ولا لا؟ اسم نزار، شو رأيكم؟ اسم حلو. الأخ نزار كان مطرب معروف عندنا في الأراضي المقدسة، والرب غيره و180 درجة وعمل قطع كامل وكرس صوته ومواهبه فقط للرب يسوع المسيح. مجدا للرب. وطبعا كالعادة أو المعتاد كمان شرف كبير أخوي ليث، طبعا معروف الأخ ليث، خدمنا عدة مرات مع بعض. المغزى مأخوذ من رسالة بولس الرسول إلى كنيسة أفسس، والآيات مأخوذة من الإصحاح السادس بيبتدي من آية 10. خليني أقرأ لأنه عاوزين نعرف الخلفية للكلمة اللي راح أتكلمها. أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السمويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، ولابسين درع البر، وحاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين. الثيم البس واستعد، ساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. ربنا يبارك كلمته لما سمعنا. أحبائي، هنا يقول الرد على السؤال سلاح الله الكامل، فهي حرب روحية وأسلحة روحية، فنتحلى أو نلبس الأسلحة الروحية. تقول كلمة الله لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب، إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح،
ومستعدين أن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. فإذا هنا يقول عن سلاح الله الكامل، السلاح الإلهي، سلاح كامل أو سلاح الرب يسوع المسيح. عندما نختبر الرب يسوع المسيح يقول أن تخلعوا من جهة التصرف العتيق الإنسان العتيق وتلبسوا الإنسان الجديد. فمنلبس الإنسان الجديد، الروح اللي بيسكن فينا بيتمشى مع الطبيعة الجديدة اللي الرب أعطانا إياها. في روميا إصحاح 13 مكتوب من آية 11: هذا وأنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلك بلياقة كما من في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد من أجل الشهوات. فإذا هنا يسميها أسلحة النور، وإلبسوا أيضا الرب يسوع المسيح. لاحظ هون بيتكلم عن 6 أنواع من الأسلحة. فأولا بيتكلم عن ممنطقين أحقاءكم بالحق، فهي صورة للشخص الرب يسوع. إلبسوا الرب يسوع، يسوع المسيح هو الحق كما يقول الكتاب. لابسين درع البر، المسيح برنا كما يقول الكتاب المقدس، وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه، أي في المسيح يسوع. فالمسيح هو برنا. شيء ثالث من الأسلحة: حاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. فإذا المسيح هو سلامنا كما يقول الكتاب، وواحدة من أسماء الرب يهوه شالوم أو الرب سلام، فهو سلامنا. ثم الشيء الرابع من الأسلحة بيتكلم عن الحاملين فوق الكل ترس الإيمان. فالمسيح هو رئيس الإيمان، وهو رئيس الحياة، وهو رئيس الخلاص، وبسبب أمانته نحن نؤمن ونتمتع بهذا الإيمان، وهذا الإيمان يأتي عن طريق كلمة الله. إذن الإيمان بالخبر، والخبر بكلمة الله. فإذن أحبائي بيتكلم كمان عن خوذة الخلاص: هو ذا الرب ياه خلاصي، يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص، وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر قد أعطي تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. فإذا المسيح أيضا هو رئيس الخلاص، وهو أيضا خلاصنا. ثم بيتكلم عن سيف الروح الذي هو كلمة الله. يسوع المسيح هو كلمة الله. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. هذه الأسلحة الروحية طبعا رح نتكلم عنها أكثر، هي الصورة للرب يسوع المسيح. فالرد على السؤال بشكل مطول مثل ما حكيت انه نلبس سلاح الله الكامل، لان الجندي يستمد القوة من القائد، كما قال الرسول بولس: فاشترك انت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. ليس أحد، لاحظ الكلام، ليس أحد وهو يتجند
يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده. فنحن جنود في جيش الرب يسوع المسيح، ولكن حربنا مش مع لحم ودم، حربنا مع أجناد الشر الروحية في السماويات.